حياكم الله مجددا في أهلا. اليوم الحديث عن هوية اللغة، عن بقاء اللغة، عن قبول اللغة للتحولات، عن دخول الكلمات المعربة إلى اللغة، عن اختلاط اللهجة باللغة ومدى فصاحتها من عدمها. هو حديث قديم متجدد، لكنه يطل بين حين وآخر مع المراحل التي نعيشها والتغيرات والاحتكاك الدائم بالثقافات والحضارات وباللغات. هذه الأطروحة كثير من الأشخاص مهتمين بها، من أوائل هؤلاء الأشخاص المهندس نواف البيضاني، هو مهتم باللغات ومهتم بالترجمة ومهتم بالأنساب، ترجم كثيرا إلى اللغة، يتحدث يعني أكثر من 4 لغات تقريبا، وأعتقد أن العدد في ازدياد ما شاء الله، بالإضافة إلى اهتمامه بمباحث اللغة العربية، ويمكن شاهدته في أكثر من حديث في هذا الموضوع. اليوم اخترنا مجموعة من المحاور المتعلقة مباشرة باللغة وهويتها، سنتحدث فيها معه. اسمحوا لي في البداية أن نرحب به وهو ينضم إلينا من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية. مهندس نواف، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. السلام عليكم، مساء النور، وشكرا لك أستاذ مفرح على هذه الدعوة الكريمة، وسعيد جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الجماهيري وفي هذه القناة الجماهيرية، وأتمنى أن يكون حضوري خفيفا وأن يكون فيه بعض الفائدة للمتابعين الكرام. شكرا لك مهندس لقبولك الدعوة ولهذه الاستهلالية. أبفتح معك محور اللهجات مباشرة. اليوم إيش مكانة اللهجة مع اللغة؟ هل اللهجات الموجودة اليوم في مختلف المناطق في السعودية وعلى مستوى العالم العربي هي جزء من أساس اللغة وفصاحتها، ولا اللهجة هي شيء شاذ عن أصل وأساس اللغة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهجة حقيقة هي سليلة اللغة، وكما لا يخفى على كثير من المتابعين أن العربية التي نسميها العربية الفصيحة والعربية الفصحى هي كانت اللهجة السائدة في الحجاز، وكانت اللهجة التي تنظر إليها قبائل العرب في عموم جزيرة العرب من جنوبها إلى بلاد الشام والعراق، كانت تنظر إلى هذه اللهجة على أنها اللهجة العالية، لأنها لهجة أهل الحجاز والحجاز التي فيها الكعبة المشرفة، وكانت يعني ما هو أفئدة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام بالطبع زادت مكانتها. وكان العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام وما بعده يتحدثون لهجات كثيرة، بل إن مسمى لهجة هو مصطلح نوعا ما حديث، فاللهجات كانت تسمى عند العرب لغات. والقرآن الكريم نزل بلهجة عامة أهل الحجاز، وطعم بلهجات عديدة عربية تصل إلى 40 لهجة من لهجات العرب، ولكن هذا الاختيار القرآني والذي نجده يعني جليا في القراءات القرآنية العشر والمتواترة وكذلك الشاذة كان يمثل طبيعة ذلك العصر اللغوية. فهذه اللهجات كانت لهجات محكية، ولكن التي اختيرت وأصبحت هي اللغة المعيارية هي اللهجة الحجازية التي نسميها الآن العربية الفصحى. طيب أبا أوقف عند نقطتين ذكرتها مهندس إذا تسمح لي. النقطة الأولى تقول إنه كان في مجموعة لهجات تسمى لغات، بمعنى إنها مختلفة. صحيح. كلياً ولا لا، يعني هو يجمعها خيط واحد لكننا نسميها ما بين واحدة وواحدة نسميها لغة؟ طبعا التفريق بين اللغة واللهجة إشكالية كبيرة حتى في علم اللسانيات الحديث، فما زال يعني إذا تكلمنا عن اللغات في زمن الجاهلية وفي زمن صدر الإسلام فنحن نتكلم عن ما نسميه الآن لهجات، فهذه الذي تكلمت عنها كانت لهجات وليست لغات مستقلة. طيب النقطة الثانية اللي بوقف عندها لما قلت إنه القرآن نزل بلغة أهل الحجاز ولكنه طعم بلغات أخرى، فصل لنا شوي في النقطة هذه وش المقصد فيها؟ نعم، هنا عندما قلت طعم بلغات كنت أقصد اللهجات، وأيضا كذلك ورد في القرآن كلمات من لغات أخرى غير العربية.
مثل التي يسميها العلماء المعرب في القرآن. الكلمات كثيرة جدا، من يعني أبرزها أسماء الأعلام، أسماء أنبياء بني إسرائيل، يأجوج ومأجوج، أسماء بعض الملائكة كميكائيل وجبرائيل، أيضا هنالك يعني كلمات كالجبت، الاستبرق، السندس، كل هذه الكلمات يعني ليست من لغة العرب، وإنما اقترضت من لغات أخرى وتكلم بها العرب قبيل الإسلام في الجاهلية، فأصبحت جزءا من لغاتهم وأصبحت تعتبر يعني جزءا من المعجم العربي. أيوة، هذه جزء من المعجم العربي. كيف اليوم الكلمة المعربة هل تأخذ حكم العربية بعد استخدامها في العربية؟ هل تأخذ تماما مثلها مثل العربية الأصلية الفصيحة؟ نعم، والدليل على ذلك طبعا هنالك ضوابط لهذا التعريب، يجب أن يعني يكون التعريب تعريبا صحيحا، يعني على نسق كلام العرب وعلى أوزان كلام العرب، يجب أن تكون الكلمة قابلة للاشتقاق إذا كانت فعلا، يجب أن تكون قابلة على أن تجمع على أوزان الجموع العربية، ثم سنعتبرها عربية. والدليل على ذلك أن هذه الكلمات المعربة التي وردت في القرآن الكريم تعتبر كلمات فصيحة من اللغة العالية. من اللغة العالية، وش المقصود باللغة العالية؟ حينما نقول اللغة العالية، تعرف أن اللغة لها مستويات في الحديث، فلغة الشارع غير لغة المدرسة، غير لغة الوزارة مثلا، غير اللغة الإعلامية التي نتحدث بها، فاللغة العالية هي أرقى درجات اللغة المتحدثة. نعم. طيب مهندس، اليوم اللي مثلا يسمع هذا الحديث عن وجود مثلا مفردات أو مصطلحات من ضمن لغة القرآن ليست عربية في أصلها، يطرح سؤال منطقي، أنه يعني هل هذا الحديث اليوم في إشكالية مع بعض الآيات القرآنية، مثلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وبلسان عربي مبين؟ يعني كيف يتم الحديث عن هذه الجزئية؟ طبعا هذا الحديث يعني هو ليس حديث هذا اليوم، هو حديث قديم تكلم عنه العلماء يعني منذ بدايات العلوم القرآنية. والعلماء انقسموا يعني منذ القدم إلى ثلاثة مدارس في مسألة وقوع المعرب في القرآن، فمنهم من نفى وقوع المعرب جملة وتفصيلا كالإمام الشافعي، ومنهم من أثبت وجود المعرب في القرآن، ومنهم صحابة جلة كابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من يعني وقف موقفا وسطا فقال أن هذه الكلمات حقيقة هي كلمات مقترضة من لغات أعجمية، ولكن العرب تكلموا بها على نسق كلامهم وعلى أوزانه، وتكلموا بها قبل الإسلام فأصبحت جزءا من لغتهم، وأن وجود هذه الكلمات القليلة جدا في القرآن لا ينفي عن القرآن عروبته. وأضرب لك مثلا يعني واقعيا، الآن نجد اللغة السواحلية الشهيرة في القرن الأفريقي معجمها 60% منه عربي، لكن لا يمكننا أن نعتبرها لغة عربية. كذلك اللغة الفارسية المعاصرة 50% من المعجم الفارسي المعاصر كلمات عربية، بل الشعر الفارسي يكتب على أوزان الشعر العربي ويمتلئ بالكلمات العربية، لكنني لا أجرؤ على أن أصفه بأنه شعر عربي. فإذا قرآنا عربيا لا تنفي وقوع هذا المعرب في القرآن. لحظة، برجع للنقطة هذه، بس معلومة أن الشعر الفارسي يكتب على أوزان الشعر العربي هذه معلومة أكيدة، بمعنى أن الشعر الفارسي يأخذ بحور الشعر العربي المعروفة؟ أكيد جدا، بل ليس للفرسي شعر يذكر قبل أن يعني يكون الفتح الإسلامي العربي. يعني اليوم عندنا الفرس رودكي كتب على أوزان الشعر العربي. يعني اليوم عندنا قصائد فارسية على عفوا إذا تسمح لي، عندنا قصائد فارسية على الطويل والوافر والخفيف. هم لم يكتبوا على كل البحور، لكن كتبوا على أكثر بحور العرب، بل مثلهم الترك كتبوا الشعر التركي المقفى على الأوزان العربية. وبالطبع يعني هم أبدعوا في إخراج بحور جديدة ليست موجودة عندنا في البحور الخليلية. طيب أبعيدك إلى نقطة أخيرة في موضوع المفردات العربية في القرآن. المدارس الثلاث اللي ذكرتها اللي تناولت التفسير وجود المفردات هذه، أنت إلى أي قول
يعني تميل بعد بحثك واستقصائك في الموضوع؟ أنا 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 أميل يعني من خلال معرفتي بلغات عديدة أن القرآن وقع فيه المعرب، ولكن هذا المعرب لا يعتبر أعجميا فهو عربي، لأنه أصبح جزءا من كلامنا العربي. بل خذ مثالا كلمة شهيرة في العربية اللجام، وهي كلمة ترد في الشعر كثيرا، والبديل العربي القح لها هو العنان. اللجام كلمة فارسية كانت تنطق بالقاف المعقودة لجام، ولكن العرب عربوها بالجيم وأصبحت يعني جزءا من، بل اشتقوا منها فعلا، ألجم يلجم إلجاما. وهذا يدل على يعني هذه الدربة والمرونة التي في اللغة العربية في استيعاب المفردات وتوظيفها، بل في اشتقاقها. هي في الفارسية ليس لها اشتقاقات، لكنها عندما دخلت العربية وعربت أصبحت يعني اشتق منها فعل، وأصبح يعني هنالك مفردات عديدة خرجت من هذه المفردات. واضح. طيب في نقطة أخرى، يعني وش أقرب اللغات إلى العربية اللي فيها تداخل مع العربية اليوم وقرب كبير جدا؟ كقرب نسبي هنالك لغات ما تزال حية، كل اللغات الحبشية التي من أصول جزيرية، كاللغة الأمحرية التي تسمى الأمحرية اللغة الرسمية في الحبشة، كاللغة التجرية والتجرينية، ولغة الأرقبة في الحبشة، ولغة التجري في إريتريا، وكذلك اللغة السريانية في بلاد الشام، واللغة العبرية الحديثة في الكيان الصهيوني. كل هذه اللغات لغات شقيقة للغة العربية نسبا، فهي يعني قريبة منها في النحو وفي الصرف وكذلك في المستوى الصوتي. وش المقصود بالقرب النسبي؟ القرب النسبي لأن علماء اللسانيات يصنفون اللغات إلى عوائل، فهنالك مثلا عائلة اللغات الجزيرية أو السامية كما تسمى في الدوائر الأكاديمية، وهي تشمل اللغة العربية وشقيقاتها، المنقرض منها والميت والذي لا يزال يعني حيا، كاللغة الأكادية والبابلية والأشورية واللوغاريتية والكنعانية والعبرية والسريانية، واللغات العربية الجنوبية كالسبائية والمعينية، واللغات العربية الجنوبية المعاصرة كالشحرية والمهرية والسقطرية والهبيوتية. كل هذه اللغات شقيقة للغة العربية. طيب أبعيدك إلى سؤال المقدمة حول اللهجات اليوم، اللهجة العربية اليوم مثلا، اللهجة اللي نتحدثها في أماكن مختلفة في السعودية شمال وجنوب وشرق وغرب، اللهجة اللي يتحدثونها في المغرب، في مصر، في لبنان، في الأردن، هذه اللهجات إيش موقف اللغة منها وموقفكم كباحثين ومهتمين؟ الذي يعني أرى أنا كرأي شخصي أن هذه اللهجات كلها لهجات يعني سليلة اللهجات العربية التي كانت يعني في عهد الفصاحة. طبعا اللهجات أحيانا تكون لصيقة بالمكان، حركة وتموج القبائل العربية نقلت بعض اللهجات إلى أماكن معينة، مثلا نجد اللهجة الليبية لا تزال قريبة من اللهجة الحجازية، لأن بادية ليبيا والمغرب والجزائر غالبهم من قبائل سليم وبني هلال. نجد هناك لهجات تميم مثلا في العراق، نجد لهجات الخولانية مثلا في بلاد الشام في دارية. فكانت القبائل العربية التي انتقلت مع الفتوح نقلت بالطبع لهجاتها معها، وهنالك أحيانا ذائقة تتعلق بالمكان، فتجد بعض الظواهر اللهجية تنتشر في بلد ما في إقليم ما. وأظن السبب أيضا في انتشار بعض الظواهر اللهجية هي مسألة القراءات العشرية، لأن هذه القراءات تمثل يعني الواقع اللهجي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل قراءة انتشرت في قطر من الأقطار ساهمت في ثبات ظواهر لهجية ما تزال يعني مسموعة حتى يوم الناس هذا. هل يعني كلامك مهندس إنه اللهجات الموجودة الآن مثلا المصرية والمغربية والشامية وغيرها كانت موجودة من بدايات اللغة؟ الوجود العربي عموما في مصر يعني قديم جدا سابق للإسلام، خاصة في شرق نهر النيل. الوجود العربي في الشام يعني لا يحتاج إلى إثبات، وفي العراق كذلك المناذرة والغساسنة، يعني التاريخ قديم سابق للإسلام. فاللهجات كانت موجودة آنذاك، لكن تموج القبائل مثلا هجرة كثير من القبائل اليمنية مثلا إلى صعيد مصر ساهم في انتقال كثير من اللهجات العربية
الأردنية الجنوبية إلى هنالك، مثلا الطمطمانية التي ما تزال متحدثة في جنوب المملكة في جازان، وكذلك في اليمن وهي قلب التعريف إلى أم، والتي وردت في الحديث الصحيح حينما ورد للرسول صلى الله عليه وسلم وفد من حمير وسألوه عن الصيام في السفر، فقال لهم بلهجتهم مراعاة لهم واحتراما لهم: ليس من أم بر أم صيام في سفر، أي ليس من البر الصيام في السفر. هذه اللهجات نجدها يعني لها انتشار وواقع يعني حتى في الصعيد، من ظواهر الطمطمانية في اللهجة المصرية قولهم امبارح بدل البارح في اللهجة المصرية، ولكن أحيانا تكون الذائقة المحلية اختيارية، فقد تأخذ هذه اللهجة في كلمات معينة وتتركها في بقية الكلمات. نعم، بشكل أقرب مهندس إذا سمحت لي وصح طريقة السؤال، هل مثلا في العصر الجاهلي والعصور القديمة كان موجود مثلا يعني إذا بناخذ من كل لهجة مثال مش عايز ما بدي وش تبغى، يعني هذه كانت موجودة بهذه الطريقة، كانت موجودة منذ القدم من العصر الجاهلي وما قبله؟ الذي أرى أن اللهجات كانت كلها معربة في العصر الجاهلي وعصر الإسلام، لكن هذه الظواهر كالإمالة قلب الألف ياء، الإمالة الكاملة الإمالة الناقصة، مثلا الكشكشة والكسكسة، كلها موجودة في عهد الجاهلية وفي عهد الإسلام، ولكنها يعني في اللغة الفصحى التي أصبحت هي لغة الدوائر الرسمية قلت، وأصبحت يعني الهمز أصلا ليس من لهجة الحجازيين ويسمونه أحيانا النبر، بل يروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه أنه قال: نحن قوم لا ننبر، ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بها من فوق سبع سماوات لما نبرت، لأن الحجازيين كانوا يقولون ذيب وبير بدل ذئب وبئر وراس بدل راس، وكان الهمز هو اللهجة السائدة في نجد، لكن حينما نزل القرآن أصبحت يعني هذه اللهجة التي فيها النبر هي اللغة التي تعد يعني اللغة الفصيحة، وأصبح لها شيوع كبير، وهي المعتمدة في القراءة التي يعني لدينا. نعم، معليش مهندس، أنت تقول في حديثك قبل شوي أنه هذه اللهجات اللي أنا ذكرت أمثلة منها باللهجة المصرية والسعودية واللبنانية أنها كانت موجودة لكن معربة، وش القصد بأنها كانت موجودة لكن معربة؟ نقصد يعني أن الآن تعرف أن لهجاتنا العربية في معجمها أي يعني على مستوى الكلمات هي فصيحة في غالبها الأعم، تتجاوز الفصاحة ربما 95% في اللهجات، بل الدخيل فيها قليل جدا، فكل كلمة تسمعها من عامي أو من رجل قروي أو رجل في البادية الآن فهي فصيحة في الغالب، ما لم يثبت خلاف ذلك، لكن هذه اللهجات الآن المعاصرة فقدت الإعراب، فنحن لا ننصب ولا نجر ولا نرفع. لا لحظة إذا سمحت لي مهندس، اللهجات كانت معربة. إذا سمحت لي، هذا كلام مثير ومهم. الآن الكلام اللي يقال هو كلام فصيح ما لم يثبت عكسه حتى باللهجات المحلية الدارجة، هذا ما تقوله؟ نعم 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 نعم، بل أن من الأمور الطريفة أننا مثلا حينما ندرس المعلقات بعض الكلمات تصنف على أنها من غريب اللغة، ولكن أبي وجدي يعرفونها دون أن يرجع إلى المعجم لأنه يستخدمها في حياته اليومية. صحيح أنها أصبحت يعني كلمات كثيرة، أنا حقيقة لا يحضرني الآن يعني شيء معين، لكن كل الكلمات مثلا المتعلقة بأوصاف الإبل بأوصاف الخيل هذه تجدها أصلا حتى في الشعر الشعبي النبطي، خاصة ما قبل سنة 1350 هجري، الشعر النبطي يعني ينافس الشعر الجاهلي في البلاغة وفي الصور. اللهم إن الشعر الجاهلي أعلى منه لأنه شعر معرب، وهذا الشعر فقد الإعراب. طيب، أما على مستوى المفردة فهي يعني فصيحة جدا. طيب اليوم لما نعرض مسلسل تاريخي مثلا، تمام، أي قناة بتسوي مسلسل تاريخي، الزير سالم وغيرها من المسلسلات اللي جات، لما المسلسلات هذه يتم الحديث فيها على طريقة اللغة الفصحى، هذا يعني انه ما هو صحيح تماما، وانه ما هي كانت هي اللغه المستخدمه بهذه الطريقه قديما؟ لا لا لا، انا لا اقصد هذا. الذي انا اراه ان من يزعم ان العرب يعني في عهد الجاهليه كانوا لا يتكلمون بالرفع والنصب والجر، هذا غير صحيح، والدليل على ذلك
أن كل هذه الأشعار التي نقلت معربة، ولو لم تكن معربة الشاعر يعلم أنها لو لم تكن معربة تغير الوزن، لأن هذه إلغاء الإعراب في الشعر الجاهلي يكسر الأبيات، من يفهم في الوزن الشعري يدرك ذلك. صحيح. الأمر الآخر مثلا أن الحديث النبوي الذي روي الحديث كان مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل الشارع في ذلك الزمان الذي يفهمها. الإمام مالك رحمه الله يعني وهو من كتابه الموطأ من أقدم الكتب كتبه وسماه الموطأ لأنه ذلله ويسره ليفهمه كل أحد، فلم يكتبه يعني بلغة عالية. ومن يقرأ الموطأ الآن نحن ننظر إلى لغة الموطأ على أنها لغة عالية جدا يعني بالنسبة للغتنا، لكن العرب كانت تعرب في كلامها، أي في كلامها العام المتداول العادي كانت تعرب. نعم. نعم. كانوا يتحدثون المرفوع مرفوع. نعم. والمنصوب منصوب والمجرور مجرور. بالضبط، وهذا يعني قديم جدا، بل يعني كان هنالك من أنكر الإعراب وقال أن هذا يعني من صنع النحويين، ولكن سبحان الله حينما اكتشف المستشرقون في العراق الرقم الطينية في العراق واكتشفوا اللغة الأكدية وهي شقيقة اللغة العربية ودونت يعني قبل أكثر من 4000 سنة، اكتشفوا أن الأكدية أصلا معربة كالعربية تماما، نصب وجر ورفع، ولكنها التنوين فيها بالميم وليس بالنون، فيقولوا مثلا جلكم الله كمثال كلمة كلب في الأكدية كلب تصبح كلبم وكلبا تصبح كلبم وكلب تصبح كلبم بالميم بدل النون. هذه في الأكدية، هذه يعني اللغة دونت الأكدية. نعم، والأكدية لغة منقرضة لم يعد هنالك من يتكلمها منذ أكثر من 2000 سنة. وين كانت الأقاليم اللي تتكلمها؟ هذا قديم في العراق، كانت تتكلم في العراق ونشأت عنها لهجتين، لها اللهجة الشمالية سموها لاحقا اللغة الأشورية، واللهجة الجنوبية وسميت اللهجة اللغة البابلية. والله الحديث معك يا مهندس لا يمل، إذا تسمح لي بس أخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد إذنك. فاصل ونكملين. حياكم الله مجددا في أهل الحديث، ما زال مستمرا مع المهتم باللغات والترجمة والأنساب المهندس نواف البيضاني. مهندس رحب فيك مجددا وشكرا لأنك متحملنا كل هالوقت. يعني لا أبدا، بالعكس أنا سعيد جدا بوجودي معكم. لما نقول مهندس هالوقت يعني تعد فصيحة ولا لا إذا قرناها بهذا الوقت؟ نعم، هي هالوقت هي اختصار هذا الوقت، فاللغة دائما العامية تميل إلى التيسير والتسهيل والاختصار. أيوة، لكن لما نقول هالوقت وهذا الوقت، هل تعبير هالوقت يخرجها من الفصاحة ولا لا؟ لا لا، نعم يخرجها من الفصاحة، فهي تصبح يعني من العامية ومن المولد. آها، طيب اشرح لنا الفرق بين العامية والفصيحة اليوم، وهل كل كلمة عامية هي تعتبر خارج اللغة ولا لا؟ لا أبدا، الأغلب الأعم في كلماتنا العامية أنها فصيحة معنا ولفظا غالبا، لكن أحيانا الذي يفرق في الفصاحة والعامية هو مسألة الإعراب، وأحيانا مسألة استخدام بعض المفردات، يعني تجدها في الفصحى لها استخدام معين وفي العامية يعني قد يكون هذا استخدام متطور وجديد نوعا ما. يعني مثلا سيارة في الفصحى كانت تعني القافلة، الآن أصبحت يعني في الفصحى المعاصرة تدل على هذه المركبة المتحركة. لكن لما أقول وهذا يسمونه التطور الدلالي، لما أقول مهندس هالوقت وهذا الوقت، هنا الفرق ليس في الإعراب والنحو، هنا الفرق في بنية الكلمة نفسها. يعني إحنا عندنا حرف صحيح. إشارة، هل صحيح. من ضمن تركيبات حرف الإشارة اختصاره إلى الهاء أو لا؟ هنا الفرق، هنا كيف تعامل على أنه هالوقت صحيح. هي من اللغة لكنها عامية وليست فصيحة على الإطلاق، ولا تعامل فصيحة لكن هناك ما هو أفصح منها وهو هذا؟ نعم، ربما يعني تجوز أن نقول أنها يعني جزء من اللغة الفصيحة لكنها ليست مما تحدث به العرب في زمن يعني الاحتجاج اللغوي، لن تجد لها ترى مثلا كلمة إيش التي نتكلم عنها هي
أي شيء، وهي مستخدمة يعني تجدها حتى عند كبار العلماء مستخدمة، ولكن كان بعضهم يعني يرى أنها يعني من المولد وليست مما يعني جرى على ألسنة العرب في زمن الفصاحة الأولى والاحتجاج. نعم، طيب مهندس، أنت لما تقول أنه مثلا لم يتكلم بها، هي عربية وكذا لكنه لم يتكلم بها الأوائل، هذا يحيلنا إلى سؤال، وش هو معيار الفصاحة؟ طبعا المعيار الذي يعني وضعه علماء اللغة حينما يعني بدأ اللحن يفشو في العرب بسبب يعني دخول العجم في الإسلام أفواجا وتأثرت لغة العرب، يعني لا تخفى على المشاهد الكريم القصة الشهيرة التي تروى عنها بالأسود الدولي حينما أتته ابنته وقالت له: أبي ما أجمل السماء، قالتها بضم اللام، فقال لها: النجوم، قالت: إنما كنت متعجبة لم أكن مستفهمة، وكان الصواب أن تقول: ما أجمل السماء، بنصب أجمل لتكون يعني أسلوب تعجب. ثم هرع إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: يا أبا تراب، أدرك لغة العرب؟ فقال له في القصة التي تروى: أكتب كلام العرب اسم وفعل وحرف، وانحو هذا النحو. ومن هنا اشتق اسم علم النحو. والذي صنعه العلماء اللغة أنهم وضعوا زمنا للاحتجاج، وأن يكون المتحدث عربيا قحا من قبائل العرب القديمة، لم يكن يعني يأخذوا من أهل المدن لأن لغتهم اختلطت بمخالطتهم للعجم، وحتى أنهم يعني يحددون حتى آخر شاعر يعني يحتج بشعره إبراهيم بن هرمة الذي توفي سنة تقريبا 157، وهو من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية. فهم يعني حصروا الفصاحة في هذا الزمن، يعني بعضهم يجعلها حتى إلى القرن الثالث الهجري، ويعني جعلوا كل ما لم يدون في ذلك الوقت ولم يسمع جعلوه من المولد. إنه كل ما ذكر إلى القرن الثالث الهجري وما قبله من المراجع والمصادر واللغات هذا يعتبر فصيح، وكل ما ذكر بعده ولم يرد فيه من المولد. نعم، طبعا مع استثناءات، لأنهم يعني تجدهم أحيانا ينتقدون بعض اللهجات العربية، يعني يقولون أن الفصاحة مثلا ليس فيها فحفحة هذيل وليس فيها كشكشة تميم وليس فيها، وهي اختيارات يعني آراء لغوية معتبرة، لكنها لا تنفي حقيقة الفصاحة عن تلك القبائل. فقد يعني روي أن بيتا شعري لشاعر تميمي كان ينطق القاف كما ننطقه الآن في العامية، القاف المعقودة، والبيت يقول: ولا أقول لقدر الضيف قد نضجت، نطقها هكذا قا بدل القاف العربية الفصيحة. شوف يا مهندس، أن هذه شوف تأثرك باللغة يطلع على لسانك، حتى وانت تحاول تقول القاف معقودة في البيت كله لكنك نطقتها قد نضجت. صحيح، لا شك يعني الإنسان ابن لهجته. و أنا يعني أشجع الناس لا يخجلوا من لهجاتهم. جميل، طيب، لأن هذه التعصب للهجة تعصب جميل وليس مذموم. معليش نعيد الجملة، التعصب للهجة تعصب جميل وليس مذموم. تعصب جميل وليس مذموم، والدليل أن القرآن يعني نزل وفيه من كل لهجات العرب، ولو كانت يعني هذه مذمة لا يعني جمع القرآن العرب على لهجة واحدة، لكن القرآن فيه من كل لهجات العرب. إذا لهجات العرب جميعا هي جزء أساسي من لغة العرب، صحيح هذه العبارة ولا لا؟ صحيح، كلها دون استثناء، ولا صحة لمن ينسب مثلا اللهجة المصرية إلى اللغة القبطية واللهجة اللبنانية إلى الفينيقية الكنعانية، كل هذه يعني مجرد موجات شعوبية متعصبة معاصرة جدا. جميل، أنا أعتقد أنه في آراء تختلف مع هذا الرأي، ولكن إحنا نحترمه جدا ونقدره. صحيح. من مهتم وباحث في اللغة مهندس، وأظنك يعني واجهت كثير من الحوارات في هذا الشأن. إذا تسمح لي ودنا ناخذ نماذج على مفردات ليست من العربية بل هي دخيلة عليها ولكنها تستخدم اليوم كعربية، وناخذ العكس، بس خلنا نبدأ بالدخيل.
طيب جميل. الدخيل او ما احيانا ما يسمى المعرب، طبعا المصطلح المعرب والدخيل لا زال فيه اشكاليه حقيقه في تحرير حتى بين المتخصصين، لكن يكفي ان تعلم ان الشعر الجاهلي، يعني هناك دراسه جميله جدا لا يحضرني اسم من قام بها، يعني حصل الكلمات الدخيله في اظن 17 شاعرا جاهليا أكثر من 250 كلمة دخيلة. أضرب لك مثلا من يعني أشعر الشعراء الملك الظليل امرؤ القيس في معلقته ذكر كلمة فلفل، وهذه الكلمة فلفل ليست عربية، هي دخيلة من اللغة السنسكريتية الهندية عن طريق اللغة الفارسية البهلوية، فهي في السنسكريتية بيبلا، ثم لما دخلت الفارسية أصبحت بل بل بالباء المهموسة، ثم لما دخلت العربية أصبحت فلفل، وجرت يعني على ألسنة العرب، من ذلك كلمة لجام التي ذكرتها آنفا، فهي الفارسية لجام. إذا تسمح لي قبل ما نروح للجام، الفلفل، استخدام الفلفل هي أصل الكلمة ليس عربي أبدا، بل يعني الفلفل ليس مما ينبت في أرض العرب. الكلمة الثانية كان يأتي من بلاد الهند. الكلمة الثانية لجام، بل يعني حتى الخمرة التي كانت يعني معشوقة العرب في الجاهلية وتغنوا بها كثيرا، من أسمائها الشهيرة الخندريس، وهذه الخندريس كلمة يونانية بحتة، من الكلمات التي دخيلة مثلا كلمة الصراط بمعنى الطريق المستقيم، وهي لاتينية ستراتا باللاتينية. كلمة الدينار العملة التي استخدمها العرب هي يونانية ديناريوس، الدرهم يونانية هي الدراخمة، ولا تزال العملة في اليونان الآن هي الدراخمة، قبل أن يعني ينضموا إلى الاتحاد الأوروبي ويصبح يعني العملة المتداولة عندهم هي اليورو الآن. لا، الدينار، فهذه الكلمات لحظة. التي هي أنت نعم. قلت الدينار ولا الدرهم مهندس؟ الدينار والدرهم كلاهما دخيل، الدينار من اللاتينية ديناريوس، والدرهم من اليونانية دراخما. بصراحة يعني أنا في عندي ثلاث أربع كلمات مفاجئة، يعني كلمة الصراط والدينار والدرهم مفاجئة، لأنه إحنا من 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 أزمنة بعيدة جدا يعني مستخدمة، بل إنه حتى اليوم في الأشياء الوثائقية والتاريخية اللي تعرض تستخدم دائما عملة الدرهم والدينار بهذا المسمى على أنها اسم عربي. صحيح، بل يعني أعطيك مثال، أن الريال ليس عربي. الريال عملتنا المعاصرة هي كلمة إسبانية، ريال تعني الملكي، وهي عملة يعني استخدمت في دول كثيرة يستخدمون الريال حتى يوم الناس هذا، فهذا أمر يعني لا يستغرب، لأن الأمم يعني تقترض من بعضها البعض، الحضارات يعني تشارك بعض البعض هذه نعم. المنتجات وهذه التسميات. كلمة الصراط مهندس حتى مع استخدامها في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، نعم يعني نعم. يعني حتى نعم. مع استخدامها بالمعنى هي معناها واحد، حتى مع استخدامها هي كلمة في أصلها ليست عربية. نعم، في أصلها ليست عربية، هي يونانية، ويعني بل ورد في الآثار يعني في التابعين وبعض الصحابة من ذكر يعني أنها ليست عربية، يعني أحيانا يكون هنالك لبس لديهم في تسميات اللغات، قد يسمون السريانية النبطية، قد يسمون اليونانية الرومية. أي يعني أين ورد يا مهندس أنها غير عربية؟ وين ورد؟ عند من التابعين من يعني والصحابة؟ يقرأ في أظن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي تكلم عن كلمة الصراط، أو مجاهد لا يحضرني الآن حقيقة، لكن أحدهما طبعا من أراد أن يستزيد حول هذا الموضوع أن يقرأ في كتب المعرب التي تناولت المعرب في القرآن، سواء عند السيوطي المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب، وهذه الكتب يعني مليئة بالآثار التي تروى عن ابن عباس عن مجاهد وعن غيرهم. إحنا هنا نتكلم عن رأي مختلف فيه ولا عن معلومة أكيدة؟ لا، من ناحية علم اللغة التأثيلي، علم التأثيل الذي يسمى بالإنجليزية etymology، فصحيح أن صراط لاتينية، ليس هنالك خلاف عند المهتمين بهذا العلم فيها. بعض الكلمات التي وردت في القرآن وورد أنها معربة أو دخيلة، الحقيقة أنها عربية في أصلها،
خاصة إذا قيل لك أن هذه من السريانية أو من الحبشية، لأن هذه اللغات أصلا لغات شقيقة للغة العربية، فالأغلب أنها عند البحث اللغوي نجد أنها من المشترك الجزيري، أي من المعجم المشترك بين هذه اللغات الشقيقة، فهي عربية قديمة ولكن يعني التبس عليهم أنها موجودة في الحبشية أو في السريانية، فظنوا أنها يعني مقترضة من هذه اللغة. نعم يظل. أما إذا كانت الكلمة حقيقة يصعب أن نجد لها اشتقاقا عربيا واضحا، ونعلم أنها مثلا في اليونانية لها اشتقاق أو في الفارسية، فالأصل أنها كلمة دخيلة عربت. نعم يظل مبحث مهم وقابل حقيقة للبحث أكثر والتأكد والتثبت منه. أخيرا قبل ما نختم مهندس، احنا جبنا مجموعة من المصطلحات الدخيلة يعني اللي تستخدم على أنها عربية، العكس بسرعة يعني فيما تبقى لي من وقت، اللي هي مفردات عربية في أصلها ولكن يظن في استخدامها أنها غير عربية، مثل إيش؟ كثيرة جدا، يعني مثلا يع كخ التي نستخدمها مع الأطفال، هذه فصيحة ومعجمية موجودة في المعاجم. مثلا نحن نسمي التمر الذي يقدم للضيف قبل القهوة نسميه قدوع، أو بالفصيحة قدوع، هو عربي فصيح لأن القدع هو أكل التمر حبة حبة. مثلا قولنا انقز أو انقز بالفصيحة هو فعل عربي فصيح جدا. أنا يعني أكاد أقول لك أن أكثر من 95% من الكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية يستخدمها والدي ووالدك ويعني العامة هي كلمات فصيحة، حينما ترجع إلى لسان العرب أو إلى القاموس أو إلى الصحاح أو تجد أن هذه الكلمات أصلا كانت مستخدمة، وإن كانت قلت في اللغة الفصيحة المعاصرة، اللغة مثلا الأكاديمية أو الإعلامية، فنظن يعني جهلا منا أنها ليست فصيحة لأنها لم تعد يعني دارجة في الاستخدام الرسمي أو الإعلامي. نعم مهندس نواف البيضاني شكرا جزيلا لك، وأعتقد أن الحديث يستحق أنه يمد ويطول أكثر حقيقة، مجموعة من الآراء، مجموعة من التعليقات، مجموعة من الإيضاحات فيما يخص اللغة، بلا شك أن هناك من يتفق وهناك من يختلف، ومساحة الاتفاق والاختلاف مفتوحة ومتاحة للجميع وللتوضيح، وكل من يستمع إلى هذه الحلقة وإلى الآراء المطروحة فيها في خصوص صحة المفردات من عدمها عربيتها من عدمها له حق أن يشارك وأن يوضح وأن يعلق وأن يبين. هذا فاصل ثالث في حلقتنا وبعده ألقاكم.